الرئيس السيسي يواجه محاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين. الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الألباني ملف مكافحة الإرهاب وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين. رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير النقل عقب حادث قطار محطة مصر. السادسة مساء الرابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين. وتوجه الرئيس السيسي بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر متمنيا للمصابين خالص الشفاء. وأكد الرئيس أنه أصدر توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث بعد إجراء التحقيقات اللازمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، حادث القطار الذي وقع اليوم بمحطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لأهلنا من المصابين. لقد أصدرت توجيهاتي إلى الحكومة للانتقال الفوري لموقع الحادث لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه بعد طبعا نتائج التحقيقات التي هنقف على أسباب هذا الحادث بدقة طبعا، وطبعا متابعة حالة المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المباحثات التي عقدها بقصر الاتحاديه مع الرئيس البرميتا رئيس جمهوريه البانيا شهدت استعراض فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصاديه والسياحيه ومجالات الطاقه. اوضح الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الالباني انه تم بحث ملف مكافحه الارهاب فضلا عن عقد اللجنه المشتركه بين البلدين. لقد شهدت مباحثاتي مع فخامه رئيس البانيا نقاشات مثمرة حول أفضل السبل لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يتناسب مع عمقها التاريخي، واتفقنا على أهمية عقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين كآلية أساسية لبحث مجالات التعاون وتعزيز التنسيق المشترك داخل المنظمات الإقليمية والدولية وإداء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أكدنا أهمية البعد الشعبي في تلك العلاقات، وهو ما سيترسخ بالإعلان عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وألبانيا. كما تناولنا أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري الذي لا يتناسب مع طبيعة وأهمية العلاقات السياسية بين مصر وألبانيا، واتفقنا على أهمية العمل على الانتهاء من إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المصري الألباني المشترك ليمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات. كما شهدت المناقشات استعراض فرص التعاون المثمرة في مجال السياحة والتنسيق في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، لا سيما في ضوء الدور الذي تطلع به مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة، وكذلك بالنظر إلى موقع ألبانيا الاستراتيجي المهم كإحدى دول عبور الغاز إلى جنوب أوروبا. كما أكد الرئيس السيسي أن لقائه مع نظيره الألباني فرصة جيدة لمناقشة المستجدات في المنطقة، مشيرا إلى الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار بدول المنطقة. لقد مثل لقاء اليوم بفخامة رئيس ألبانيا فرصة مهمة لتبادل الرؤى إزاء التطورات المتلاحقة في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، لا سيما مع ما تفرض هذه التطورات من تحديات متصاعدة.
يتعين علينا أن نتعامل معها في إطار من التعاون والتنسيق المشترك والحرص على أمن واستقرار المنطقتين. وقد تم التطرق للعديد من النقاط المهمة والبناءة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وسبل توديد العلاقات بين مؤسسة الأزهر الشريف والشعب والمؤسسات الألبانية، في ظل ما يجمع البلدين من حرص للحفاظ على قيم التسامح الديني وخطاب الإسلام المعتدل. كما أكد الرئيس السيسي حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألبانيا في العديد من المجالات خلال الفترة القادمة. وأود أن أعرب لكم فخامة الرئيس عن ترحيبنا بزيادة التعاون والتنسيق مع دولة ألبانيا في الفترة المقبلة، لا سيما خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، بما يحقق مصالح بلدينا والقارتين الإفريقية والأوروبية. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب لفخامة الرئيس ميتا عن خالص تهنئتي وسعادتي لقرب تولي ألبانيا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العام المقبل، الأمر الذي يعكس أهمية الدور الذي تطلع به داخل محيطها الإقليمي. We'll be right back.
وجه رئيس ألير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لزيارة مصر، مقدما التعازي في ضحايا حادث قطار محطة مصر ومتمنيا الشفاء للمصابين. وأشاد الرئيس الألباني في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية بكلمة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن والذي عقد قبل أيام، مؤكدا أن جميع القادة تابعوا عودة مصر برئاسة السيسي مرة أخرى إلى استقرارها وتقدمها. وشدد رئيس ألبانيا على أن العلاقات مع مصر تاريخية، مؤكدا أنه ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة القوانين في هذا الشأن والتي ستسهم في التعاون الاقتصادي المتبادل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتعزيز ودفع التعاون القائم بين الأزهر الشريف وألبانيا لتدريب الأئمة والدعاة وتعليم اللغة العربية ولنشر قواعد الدين السليم. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة مع نظيره الألباني في قصر الاتحادية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال المباحثات عن ترحيب مصر بالرئيس الألباني في أول زيارة رئاسية له لمصر، مؤكدا الحرص على دفع التعاون بين الجانبين في شتى المجالات. كما وجه الرئيس السيسي الدعوة للجانب الألباني للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمصر. تحرك عاجل للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للتعامل مع حادث قطار محطة مصر منذ اللحظات الأولى لوقوعه. فالرئيس وجه بتحرك جميع المسؤولين والجهات المعنية لموقع الحادث لتقديم الدعم ومتابعة تداعياته، كما وجه الحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
من أجل إنقاذ أرواح المصابين وتفادي سقوط أكبر عدد من الضحايا في أعقاب حادث حريق قطار محطة مصر، تحركت الدولة سريعا من خلال أجهزتها التنفيذية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة التواجد في مكان الحادث ومحاسبة المتسببين فيه بعد إجراء التحقيقات اللازمة. كما تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، متمنيا للمصابين خالص الشفاء. توجه بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، حادث القطار الذي وقع اليوم بمحطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لأهلنا من المصابين. لقد أصدرت توجيهاتي إلى الحكومة للانتقال الفوري لموقع الحادث لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه بعد طبعا نتائج التحقيقات التي هنقف على أسباب هذا الحادث بدقة طبعا، وطبعا متابعة حالة المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم. وبالفعل تواجد سريعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وجميع الأجهزة المعنية من الإسعاف والمطافئ وغيرها من الأجهزة في موقع الحادث. وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة احتواء تداعيات الحادث. مكالمة من سيادة الرئيس بالتوجيه أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات الفورية للتعامل مع الحادث وتحديد المتسبب في هذا الحادث علشان نقدر يعني نحاسبه ونحاسبه بشدة ونحدد المسؤولية، لأن بمنتهى الأمانة انتهى بقى فترة إن احنا يعني نسكت على أي نوع من التقاعس والأخطاء اللي تؤدي بحياة المواطنين المصريين. حياة كل مواطن مصري غالي عليا وغالي علينا كلنا وعلى الدولة وعلى كل الناس، وبالتالي أي إصابة أو أي يعني وفاة لأي مواطن ده بيمثل ألم شديد لينا، والأهم بقى إن احنا لازم نعرف المتسبب في هذا الحادث ويحاسب حساب عسير علشان كفانا هذه الأنواع من الأخطاء. أو احنا طبعا لغاية دلوقتي ما نعرفش ايه أسباب الرئيسية للحادث، ولكن اللي أنا عايز أكد بيه للشعب المصري إن من سيثبت خطأه في هذا الموضوع سيتم محاسبه بأقصى درجات الحساب والمساءلة اللي تضمن حقوق أهالينا وأولادنا اللي توفوا النهاردة في هذا الحادث الأليم أو اللي أصيبوا. إذن زمن الصمت أمام الحوادث التي تودي بحياة المواطنين دون محاسبة قد ولى، الذي أشار إلى أنه ستتم المحاسبة بأقصى درجة. إحنا كدولة طبعا كحكومة كلنا يعني هنتحرك فورا ونتعامل مع هذا الكلام ونحاول نخفف من أثار على الأسر الضحايا اللي بقدم لهم خالص العزاء لضحايانا اللي توفوا في هذا الحادث الأليم. وأنا بأكد مرة أخرى يعني إحنا يعني انتهى عهد ان احنا يعني يبقى في نوع من السكوت على اي نوع من اعمال التقاعس، وان كل واحد هيتقاعس او يخطئ هيحاسب وهيحاسب حسابا عسيرا بناء على حجم الضرر اللي هو اصابه. وزي ما قلت لحضراتكم المواطن الروح المواطن المصري عزيزه علينا كلنا وكبيره وليها ثمنها العالي جدا، واحنا خلاص يعني لازم ان احنا كل واحد النهارده يبقى عارف هذا الكلام ان له يعني مكانته في بلده. احنا كحكومة مش هنسكت على اي نوع من الاهمال او الخطأ اللي هيثبت من تحقيقات هذا الحادث. واعلن رئيس الوزراء انه سيتم تشكيل لجنة فنية محترفة لمعرفة اسباب حادث قطار محطة مصر بخلاف تحقيقات النيابة العامة. طبعا في لجنة هتبقى على اقصى يعني واعلى درجة من الفنية والحرفية، طبعا بجانب النيابة العامة هتكون بتاخد اجراءاتها، ولكن هناك ستكون هناك لجنة على اعلى درجة عشان تحدد من المسؤول والاخطاء تبقى ايه. وزي ما سيادة الرئيس وجه كل يعني التعامل الفوري اولا لتخفيف على ضحايا الحادث، ولكن الاهم ايضا تحديد المسؤولين عن هذا الموضوع والمحاسبة العسيرة لهم ان شاء الله. هذا وتفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حالة المصابين في حادث حريق قطار محطة مصر في مستشفى الهلال. واستمع مدبولي عقب وصوله إلى المعلومات التي قدمتها وزيرة الصحة هالة زايد عن حالة المصابين، موجها بتوفير أعلى درجات الرعاية لهم. كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة ضرورة الانتهاء من إجراء كافة الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، تمهيدا لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء.
تحركات وجهود كبيرة بذلتها الدولة على أكثر من محور في محاولة لاحتواء تداعيات الحادث الأليم في محطة مصر، كما تبذل الدولة جهودا على صعيد تطوير منظومة السكك الحديدية من خلال الارتقاء بنظم الإدارة والتشغيل وما تم من تطوير شامل للمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وذلك بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 56 مليار جنيه، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، فضلا عن استحداث نظام الإشارات على الشبكة وتجديد وصيانة السكك الحديدية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها المرفق للمواطنين. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب وليد مرضي والذي يعمل بالشركة الوطنية لخدمة ركاب قطارات النوم بمحطة مصر في رمسيس، والذي كان يحاول إطفاء ضحايا الحادث المتضررين من حريق القطار، وأجرت كاميرا إكسترا نيوز اللقاء التالي مع وليد مرضي. مشاهدينا أهلا بكم في أول لقاء تلفزيوني مع وليد مرضي، ذلك البطل، نقطة الضوء ومكان الضوء الذي حدث في ذلك الحادث الذي كان يطفئ النيران عن الضحايا الذين سقطوا في حادث قطار محطة مصر والجرار الذي انحرف أو انحدر في الطريق ثم اصطدم في الخرسانة المتواجدة في المحطة وعلى رصيف رقم 6. ذلك البطل الذي نطلق عليه البطل بسبب ما قام به، لم يخف ولم يتردد في أن يطفئ النيران من على أجساد هؤلاء الضحايا الذين سقطوا في ذلك الحادث. وليد مرضي وهو عامل وبائع في الشركة الوطنية لعربات النوم. وليد اهلا وسهلا، يعني احنا مش عارفين نقول لك ايه بصراحة، ولكن احنا عايزينك توصف للناس اللي حصل. والله هو اللي حصل ان انا كنت واقف في مكاني شغال عادي، كان في القطار اللي هو بيقوم القاهرة اسكندرية 911 كان واقف قدام مني على الرصيف، كنت شغال عادي طبيعي ما فيش اي حاجة. فجأة سمعت صوت انفجار عالي جدا، وبعد كده لقيت في ناس بتجري جنب مني، النار ماسكه فيها، فطلعت جري معاهم، جريت شويه والاخر لقيت الناس النار ماسكه فيها، بدات اطفي فيهم. طبعا كان عندي جركن ميه موجود في قلب الكشك، بدات اطلعه واحط على الناس، وبعد كده اكتشفت ان الميه بتزود الحريق. رجعت تاني وجبت بطانيه وبقيت الف بها الناس، وكان في واحده ست وبنتها اجسادهم متعرض خالص من الهدوم، فجبت بطانيتين ولفيت كل واحده ببطانيه ورجعتهم على اخر الرصيف بعيد عن النار خالص. وعلى ما رجعت تاني قدام عند مكان الحريق ما هو شغال، لقيت في ناس على الارض مرميه اصبحوا جثث، ما قدرتش اعمل لهم اي حاجه. وليد الـ يعني غيرك او ناس في مكانك زي ما ورينا الفيديو اللي منتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، غيرك في كان بيجري، كان بيشوف المنظر ده وبيجري، ما كانش بيحاول حتى ان هو يطفي النار دي، خوفا طبعا بالراعي مشاعر الناس كلها، ان الناس في ناس عندها الرهبه او الخوف ممكن ياثر فيها. انت ما خفتش؟ مكان شغلي ولازم احافظ عليه، يعني المكان ده مكان اكل عيش، فاي بالتالي اي حاجه هتحصل قدام مني لازم اكون انا السبب الاول فيها، يعني اكون واقف كمصد للحاجه دي. كل من هو كان زمايلي اللي كانوا بعد مني على الرصيف كانوا واقفين جنب مني وكانوا بيطفوا معايا في الناس. طيب لو هتبعت رساله للناس اللي شايفه اللقاء دوت واللي شافتك على السوشيال ميديا وشايفاك على الفيسبوك وعلى المواقع التواصل الاجتماعي المختلفه وانت بتطفي الناس بالنار، لو هتبعت لهم رساله تقول لهم ايه؟ الطبيعي بتاع اي واحد مننا ان هو لما يبقى في الموقف ده لازم يعمل كده، مش اكتر من كده، ده اقل واجب الواحد يقوم بيه مع الناس. هل ده توجيه من الإدارة الخاصة اللي عندك ان انت تتصرفوا بالشكل دوت، ولا كان توجيه من نفسك شخصي او انساني ان انت تعمل كده؟ مبدئيا من نفسي وانساني، والحاجة التانية ان الإدارة بتاعتنا يعني معودانا دايما على الالتزام، وازاي ان احنا نتعامل مع الناس، وازاي ان احنا نتكلم معهم كويس، وازاي ان احنا نكون كويسين مع الناس في التعامل معهم ايا كان، لان احنا مش موجودين في المحطة كبياعين بس، احنا موجودين في المحطة عشان حتى الراكب نفسه لو عايز يروح اي مكان بنوجهه، عايز يركب القطر ده، عايز يروح الرصيف ده، عايز يحجز من الحته الفلانيه كده، بنوجه الراكب لاي مكان هو عايز يروح فيه. طيب وليد كلمني، لو تقول لي قلبك وعقلك كانوا بيقولوا لك ايه في الوقت ده، وقت ما انت كنت بتطفي النار على الناس، شايف ناس قدامك، يعني مش عايزين نوصف برضو، اكيد الناس شافت من خلال السوشيال ميديا، يعني كان قلبك وعقلك بيقولوا لك ايه ساعتها؟ ان انا عايز اطفي الناس اللي قدام مني دي بس، مش حاجه في دماغي غير كده،
ولذلك انا ما حسيتش باي حاجه خالص الا بعد ما النار اتطفت بدات احس ان انا ارهقت وتعبان واعصابي ما خلاص ما بقتش قادر اتلم عليها من المناظر اللي انا شفتها قدام مني. طيب كل ام وكل اب كل اخ كان ليه حد انت انقذت حياته وطفيت النار من عليه اكيد بيقول لك شكرا، اكيد بيبوس راسك وبيقول لك كتر خيرك على اللي انت عملته. لو انت بقى هتقول لهم انا عملت كده عملته ليه؟ ده انسانية، من واجب الانسانية اللي جوايا ان انا اعمل كده مش اكتر، بس ان انا طبيعة احنا كبشر لازم نكون الاحساس بتاعنا يكون اكتر من كده، ان احنا نحس بالناس اللي حوالين مننا. توفد عشرات المواطنين على مراكز التبرع بالدم لمساعدة المصابين الذين يحتاجون لنقل الدم في حادث قطار محطة مصر، ووقف الشباب يتسابقون على عمليات التبرع للمصابين في مشهد كثيرا ما يتكرر ويدل على شهامة المصريين ووقوفهم جميعا في وجه الشدائد. كما حرص أهالي المنطقة على التوفد على المستشفيات التي فتحت أبوابها لعلاج المصابين. قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات، هذا ووافق مجلس الوزراء على صرف 80,000 جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي و 25,000 جنيه لكل مصاب من مصابي حادث قطار محطة سكك حديد رمسيس. وعقب عودته من تفقد المحطة ومستشفى الهلال، استكمل مدبولي ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء وطلب من الوزراء الوقوف دقيق حداد على أرواح شهداء حادث القطار. هذا ووجه مدبولي وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي ببدء إجراءات البحث الاجتماعي للمصابين وأسر المتوفين وتقديم أقصى درجات الدعم للأسر وتقديم التعويضات اللازمة لهم.
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفاة 20 مواطنا وإصابة 43 آخرين في حادث قطار محطة مصر. وأكدت زايد في تصريحات لإكسترا نيوز أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 30 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى أقرب مستشفيات. احنا الاول وجهنا 30 عربية اسعاف وبعدين رفعناهم ل 35 غير العربيات اللي اتحركت بعد كده ما بين المستشفيات. تم الدفع بيهم وتم نقل الحالات لاقرب مستشفيات السكة الحديد والهلال وشبرا والاماكن المحيطة. تم فرز الحالات وتوزيعها وركزناها في اكثر المستشفيات اللي ممكن يتعمل فيها تدخل اعلى وكثفنا القوى الطبية والادوية والمستلزمات. دكتورة هالة، يعني حتى هذه اللحظة نتابع حالة المصابين، العدد الأعداد التي يعني وصلت حتى الآن وحالتهم الصحية. 43 إصابة، 15 الحمد لله خرجوا خروج نتيجة تحسن حالتهم، والباقي حالات متوسطة بس في بعض يعني حوالي 5 حالات دقيقة. دكتورة هالة، يعني حتى لا أطيل عليك، أنا يعني أعلم ب يعني الظرف، و يعني دعينا نتكلم الآن عن العلاج النفسي الذي تحدثت عنه اليوم في المؤتمر الصحفي. إحنا الفترة اللي فاتت يعني حادث المنيا والحوادث دي، والنهاردة معنيين جدا ان احنا نقدم الدعم النفسي للاهالي والمصابين. النهارده التركيز على اهالي المتوفين وعلى اهالي الاصابات الحرجه، وبعد كده الفرق الطبيه ديت اللي هي من امانه الصحه النفسيه، استشاريين الصحه النفسيه منتشرين في المستشفيات اللي فيها الاصابات، بيقعدوا مع الاهالي خاصه اهالي المتوفين وزي ما قلت الاهالي الحالات الحرجه. بعد كده من بكره هنبدا نقعد مع بقيه الاهالي، ولما ربنا يشفي ان شاء الله المرضى هيتقدم لهم الدعم النفسي برضه. يعني اخيرا دكتوره هاله، متابعه يعني كان هناك غرفه عمليات تشكلت لمتابعه المصابين على مدار باقي اليوم، كيف يعني سنعمل على في غرفه المتابعه؟ احنا بنطمن على ان الحالات تم الاجراءات الطبيه لها بشكل تام. احنا نسقنا فور الحادث مع مستشفيات القوات المسلحه ومع المستشفيات الجامعيه، وتم يعني افاد كثير من اطباء الجراحه وجراحه الحروق من عين شمس والقصر العيني، وفي حالات حولناها المستشفيات العسكرية. احنا بننسق كلنا مع بعض، بنتابع، احنا دولة واحدة، اهم حاجة الرعاية المثلى للمرضى والمصابين، وان شاء الله يعني احنا متواصلين. وزارة الصحة يعني بشكل دائم بتتابع هذه الحالات. أكد مجلس النواب أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة للوقوف على أسباب حادث قطار محطة مصر، كما أعلن البرلمان دعواته المسؤولين في جلساته القادمة لبحث تداعيات هذا الحادث الأليم ومحاسبة المتسببين فيه. نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية على رأسها قدسة البابا تواضروس الثاني بكل أسى ضحايا حادث محطة مصر، كما نعى مفتي الجمهورية ضحايا الحادث متوجها بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، بينما نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر شهداء حادث القطار. في نبأ عاجل تمكن قوات الشرطة من القبض على السائق الهارب في حادثة صباح اليوم بمحطة مصر برمسيس بعد هروبه في محافظة المنوفية.
يتوجه في وقت لاحق اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى لندن للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الأردني. أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مشاركة مصر في أعمال المؤتمر تأتي في إطار الحرص على دعم الاستقرار في الأردن واقتصاده في ظل التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، فضلا عن تعزيز المساعي الرامية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر غدا بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبحضور مجموعات من الدول الإقليمية والدول المانحة والصديقة وممثلي عدد من المنظمات الدولية والقطاع الخاص. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنساني، مشيرا إلى أنها ترفض أي حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء شكري بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على هامش زيارته الحالية لمدينة جنيف، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأكد شكري الأولوية التي تليها مصر لقضية اللاجئين في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، لا سيما مع إعلان الاتحاد عام 2019 كعام للاجئين والعائدين والنازحين داخليا في إفريقيا. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق هدف خلو مصر من فيروس سي بحلول عام 2022. جاء ذلك خلال لقاء شكري بمدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف، حيث أعرب الوزير شكري عن دعمه لمدير عام منظمة الصحة العالمية ولرؤيته في تطوير آليات العمل بها، مشيرا إلى حرص مصر على التعامل البناء مع مساعي الإصلاح المطروحة لبرنامج عمل المنظمة وتطوير دورها والتركيز على بناء قدرات الدول الأعضاء. وحرص شكري خلال اللقاء على إبراز ما حققته مصر من نجاح في إطار حملة 100 مليون صحة تحت رعاية الرئيس السيسي. هذا وأشاد مدير عام المنظمة بالجهود التي حققتها مصر في مكافحة انتشار فيروس سي والنظام الفعال الذي وضعته الدولة لمواجهته. أدنى المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر وقيادتها السياسية، وقال إنها تعبر عن حقد وعن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها. وقال المتحدث إن تلك المهاترات تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين والذين وصل عددهم إلى 175 صحفي وعامل بالمجال الإعلامي، بالإضافة إلى صدور أوامر باعتقال أكثر من 1400 مواطن تركي خلال أسبوعين، بالإضافة إلى فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن ما اقترفه أردوغان امتد كذلك إلى الحكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم على عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي. تسلمت مصر رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للمرة الأولى في تاريخ المنظمة. وأكد سفير مصر في إيطاليا هشام بدر أن تواكب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي مع رئاستها الحالية لمجلس البرنامج خلال عام 2019 يمثل فرصة هامة يجب اغتنامها لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البرنامج والقارة الإفريقية، والتي تشهد أكبر عدد من الأزمات الإنسانية وتعاني من زيادة عدد الجوعى جراء العديد من الكوارث الطبيعية. المجلس التنفيذي للبرنامج من 36 عضو، ويعد الجهاز الرئيسي الذي يقوم بإقرار السياسات والبرامج واعتماد الخطط التنموية للبرنامج في الدول المستفيدة، علاوة على إقرار ميزانية البرنامج والإشراف على تنفيذها.
أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب وإنشاء جوائز لصالح المبدعين المصريين في عدد من المجالات. المزيد في العرض التالي. شهداء القوات المسلحة دوما ما يحفرون أسماءهم من نور في سجل العسكرية المصرية، وذلك بما قدموه من تضحيات لحماية أمن واستقرار الوطن. كانت الخضر حبيبي. نظرات فخر وإجلال تراها واضحة في الأعين، ورغم ألم الفراق إلا أن فرحة الشهادة والتضحية من أجل الوطن لا تفارق قلوب أهالي شهداء مصر الأبرار. شهيد آخر يتشرف الوطن في أن يرفع اسمه عاليا، الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر، أحد رجال القوات المسلحة وشهيد محافظة أسوان، الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية من أجل حماية أرض مصر. الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر، الحمد لله أنا ووالدته زرعنا فيه وفي إخواته حب الوطن وحب البطولة والمواقف الإيجابية والحياة، وأقول كلمة أنني تربوا على الحلال وتربوا على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة وحسن التعامل مع الآخرين. التحق الرائد الشهيد بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 2008، وعمل بسلاح قوات حرس الحدود كابن من أبناء الوطن، رعى الله وضميره في الحفاظ على وطنه، فكان شرف الشهادة من نصيبه. كان يقول دائما أنا حالف اليمين من أجل مصر، من أجل وطني ومن أجل بلدي، وهو كان دائما يفهم العمل ويعرف شغله بطريقة دقيقة، لدرجة أن أسرار العمل كان لا يعطيها ولا يعرف أحد، حتى أنا والده أو أخيه الرائد محمد فريد أو والدته لا يعطينا أي معلومة من مواقفه. ومن أسوان إلى سوهاج لا يختلف الأمر، فأبناء مصر جميعهم مستعدون للتضحية للوطن. وهنا كانت الشهادة من نصيب البطل المجند رمضان عثمان، الذي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية التي استهدفت الجنود البواسل. كان حنين أحن أكثر واحد حنين، كلهم كويسين يعني وزنين، كويسين وزنين،
هو كان كويس وطيب والناس ترحب بيه، كل الناس كانت هتحبه، الناس كلها كانت هتحبه، أصحابه مع أصحابه مع القرايب ومع الناس كلها كان كويس وزين. الله يرحمه ويجعله في جنة رضوان مكتوبة له. هو يعني كان ما قالش قدامي، بس كان يقول مع أصحابه يقول يجعلني شهيد. هو أتمناها ولقيها، أتمناها ولقيها عند الله. أهل البطل رغم حزنهم الشديد لفراق عزيز غالا لديهم، إلا أنهم يمتلكون من الإيمان ما يكفيهم للحديث عن ذكراه الطيبة، مجسدين أروع الأمثلة للانتماء للوطن وانتصاره في الحرب على الإرهاب. رسالة عاوز أقول لهم كل معاش شهيد ربنا يرحمه هو في مقام في جنة رضوان إن شاء الله. بس أدل أقولها لهم إن شاء الله كل معاش ربنا يصبر يصبر أهاليهم كلهم. استشهد الأبطال وبقيت ذكرهم التي لم تغفل القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإشادة ببطولاتهم وتكريمهم وأسرهم عرفانا لهم بالجميل. بحث وزير الداخلية محمود توفيق ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا تأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة والحد من انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة. ورحب وزير الداخلية بالتوسع في تبادل الخبرات الأمنية المصرية مع إندونيسيا في إطار علاقات الشراكة الثانية والثنائية. ومن جهته أكد المسؤول الإندونيسي على أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات الإقليمية ووقف تمدد التنظيمات المتطرفة في العديد من دول المنطقة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار في مصر. ختم هذه الجولة الإخبارية تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في حادث محطة مصر ورعاية المصابين. الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الألباني ملف مكافحة الإرهاب وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين. رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير النقل عقب حادث قطار محطة مصر. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.